اهلا بكم من جديد. منذ بدايه العام عام 2020 شهد الذهب تقلبات كبيره، ويعني كان اداؤه يتفاوت بين الارتفاع والانخفاض، شغل بال كثير من المحللين الاقتصاديين. ما الاسباب وراء ذلك، وما هي وجهه الذهب في الأشهر المقبلة؟ هذا ما سنعرفه من ضيفي الدكتور ناجي فرج، رئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية. أهلا وسهلا يا دكتور. أهلاً. كل سنة وحضرتك طيب. وبداية نحب نعرف من حضرتك تفسيرك للقفزة الكبيرة في أسعار الذهب وتلتها طبعا تراجعات. هو الذهب ارتفع في خلال الشهور القليلة الماضية ارتفاعات قوية جدا، خاصة في الخارج، حيث ارتفع الذهب وقيمة الذهب أكثر من 250 دولار، وده انعكس قوي جدا، لأن وده أدى بالرغم من انخفاض الدولار أمام الجنيه محليا، وده المفروض بيؤدي إلى انخفاض الذهب، إلا إن احنا بنلاقي إن الذهب بيرتفع وما بينخفضش. يعني كان من الأسبوع الماضي عيار 21 وصل ل 718 جنيه بارتفاعات قوية جدا. فده الارتفاعات العالمية أدت إلى ارتفاع الذهب في مصر بقوة. لكن في الأيام اللي فاتت خسر بعض الشيء الذهب، يعني نزل شوية. هو النهاردة طبعا بنجد نتيجة الاتفاق الأمريكي الصيني بداية نهاية الحرب التجارية ما بين أمريكا والصين، بنجد أن الذهب نزل حوالي 10 دولار، لكن يعتبر منزلش لأنه ارتفع أكتر من 60-70 دولار. فلما ينزل 10 دولار يبقى ده مش انخفاض، ده مجرد أنه بيريح مؤقتا لمزيد من الانطلاق فترة تانية. وخاصة البنك اليو بي اس بيتوقع أن الذهب كاستثمار خلال السنتين القادمتين يتخطى الوقية 3000 دولار. ولو معقول؟ معقول 3000 دولار. معقول ده في النص الاول من العام ولا في بيتوقع النص الثاني؟ لا، خلال العامين القادمين. العامين القادمين. أوكي. بنهايه 2023. اوكي. ولو الذهب جاب الاسعار ديت طبعا مش هنقول ان هنا يوصل هيتخطى ارقام قياسيه طبعا. طيب في مصر حضرتك يعني في بعض الاحيان بنلاقي في انه الاسعار ما بتتبعش الأسعار عالميا في بعض الأحيان، لكن طبعا كاتجاه عام أكيد بتكون مرتبطة بالبورصة العالمية. لا، وسعر الذهب بيحدد تماما بسعر البورصات العالمية وقيمة الجنيه أمام سلة العملات الأجنبية، ده أساسي. لكن أقصد التذبذبات القليلة ساعات السوق مش بيتبعها يعني خطوة بخطوة. لا، سعر السوق عندنا لحظي، يعني السعر هنا مرتبط تماما بالسعر العالمي وبيتغير كل ساعة. يعني سعر السوق تماما مش ثابت، تماما ماشي مع البورصات العالمية. يعني احنا ارتفاع البورصات العالمية بيؤدي الى ارتفاعات قوية تماما مماثلة لها تماما في السعر المحلي. حضرتك بتقيم استثمارات المصريين في الذهب بأي طريقة؟ يعني هل في قلة في الشراء بسبب الارتفاعات الأخيرة، ولا الناس بالعكس بتضع أموالها في الذهب لأنه متوقع أنه لا؟ هي الناس طبعا يعني الناس غالبية الفئة العظمى من الشعب بيضع أمواله ويستثمرها تماما في الذهب، خاصة أن الذهب أثبت تماما أنه هو من أفضل الأوائل الاستثمارية طوال الثلاث سنين الماضية. فنجد أن سعر الجرام من اللي كان من ثلاث سنين أو حوالي 242 جنيه يتخطى حاجز 700 جنيه، فهنا ارتفع حوالي 130% وربما يزيد. فالاستثمر في الذهب بيجد أنه هو من أفضل الأوائل الادخارية، وعائد ادخاري ناجح جدا جدا. عشان كده دايما بنطلق الكلمة المشهورة أن الذهب يعتبر كزينة وكخزينة أيضا. فهو استثمار جيد جدا. كل اللي اشتراه ب 200 جنيه و 250 باعوا ب 500 وب 600، والاسبوع الماضي كان ب 715. وبعدين احنا من المتوقع خلال الثلاث اشهر القادمه ان الذهب يوصل لارقام قياسيه، خاصه مع المشاكل العالميه والحرب ما بين امريكا وايران والمشاكل الاقتصاديه والضغط على مصادر الطاقه وارتفاع البترول. ده بيؤدي ان البنوك المركزيه العالميه بتلجا بصفه اساسيه لتخزين الذهب كرصيد قوي للعملة لعملتها، خاصة البنوك الروسية والصينية والهندية.
فده بيؤدي لارتفاعات قوية جدا. ولو قارب الذهب الألفين دولار هنجد ان الذهب هنا يتخطى حاجز 800 جنيه في منتهى السهولة. اها ممتاز. طيب خلينا نتحدث محليا ونحب نعرف اخر التطورات في ملف الباركود. الباركود مشكورا الاستاذ الدكتور علي مصلحي اعتمد كافة المستلزمات المالية وتم ارساء العطاء على احدى الشركات، وبإذن الله خلال اسابيع قليلة سيبدأ التطبيق العملي، وهذا المشروع العملاق الذي سيحدث طفرة في سوق الذهب سيجد طريقه للنور خلال الأشهر القادمة، وده هيفرق كتير جدا جدا، لأنه هيمنع الغش تماما، هيمنع تشويه المشغول، هيحافظ على صناعة الذهب. بس عايزة أفهم من حضرتك، يعني الباركود بنشوفه على السلع خطوط لا سوداء، على الذهب هيكون للذهب شكله إيه؟ هيبقى اسمه نظام تكويد الذهب، وهو يعتبر الدمغ بالليزر، وده بيدي علامات تقرأ بأجهزة معينة بعيدا تماما عن العنصر البشري. وده يعني مش هيكون في دمغة بس هيكون في باركود. هو يعتبر الدمغ بالليزر او تكويد الذهب، وده يعتبر طفرة قوية جدا في صناعة الذهب في مصر. بس هيكون شكلها ايه؟ يعني شكلها هتكون خطوط زي الباركود زي الباركود وتقرأ بجهاز معين. يعني ينتفي تماما العنصر البشري في معاينة ومراجعة المشغولات. ده هايل. مين الشركة اللي ستقوم بهذا العمل؟ هل هي شركة مصرية ام لا شركة اجنبية؟ شركة ليه؟ هي تم التكنولوجي هي اجنبي. لا هي تكنولوجيا اساسا كلها الموضوع اجنبي واجهزه اجنبيه، مش من السهل ان احنا نستخدمها. لا هي ده بالعكس لازم، لان الموضوع عشان يصعب تقليدها تماما ويصعب يبقى فيها نسبه امان للمشتري 100% ونسبه امان للمصنع، ودي هتحمي صناعه الذهب في مصر. ودي من المشاريع المهمة جدا التي قامت بها وزارة التموين. أحب أعرف من حضرتك دكتور ناجي، المبادرة دي اتكلفت قد إيه، أو أنه يكون في التسهيلات المالية لإتاحة الباركود للمشغولات هو الذهبية؟ هو مبدئيا حوالي 35 مليون كما 35 مليون جنيه كبداية. وطبعا مع مزيد دي بتشمل تكاليف إيه بالظبط؟ تكاليف الأجهزة، أجهزة الدمغ بالليزر وأجهزة البيزمنت المعلومات بالنسبه لتخزين المعلومات، لان كل مشغول هيبقى بالنسبه له التكويد ده كانه شهاده ميلاد. والبروسس هتتم ازاي؟ يعني الدمغ عياره ايه، والدمغ امتى، ومين اللي دمغه، هيتم من ازاي؟ يعني لو في سايخ عنده مشغولات ذهبيه بيروح بيها لمكان ما في مصلحة الدمغة والموازين، في مصلحة الدمغة وهي هيكون عندها الأجهزة الجديدة تقوم أكيد بتكويدها. طبعا أكيد. وستقوم أولا المصلحة بمراجعة هذه المشغولات من جهة عيارتها ومن جهة دقتها، وثم تقوم بتكويدها بعد ذلك بالأجهزة الحديثة التي تقرأ أصلا بأجهزة تابعة للمصلحة. وده يسهل كتير قوي قوي بالنسبة المراقبة، بالنسبة لمصلحة الدمغة والموازين، وبالنسبة للتاجر كمان. عايزة أعرف من حضرتك التطورات التكنولوجية الأخرى اللي بتسعوا لإرسائها في صناعة الذهب في مصر. هي من ضمن التطورات المهمة جدا أن في مشروع تقوم به وزارة التموين حاليا برعاية دكتور علي المصلحي لرعاية صغار الصناع والورش الصغيرة. لأن عندنا المصانع الكبيرة مش محتاج، يعني كل التسهيلات بالنسبة لها ممكنة، أما الحرفيين الصغيرين فمحتاجين، لأن دول والعمال المهرة محتاجين إلى عناية قوية جدا جدا. وقد تقدمنا كشعبة بعدة قرارات إلى مجلس النواب، وبالفعل وافق عليها مجلس النواب، وسيتم في القريب العاجل تطبيق هذه الرعاية، رعاية الدولة لصغار الصناع، للحرفيين، لمن يملكون مهارات خاصة لتنميتها. وده هينعكس بصورة كبيرة جدا على الصناعة من حيث ان تجويد الصناعة نفسها لكي نصل بصناعة الذهب محليا الى المستوى العالمي، لان الصانع المصري والماهر ده جدا جدا محتاج الى رعاية الدولة دي. حضرتك بتتكلم عن دورات تدريبية، تدريب الصناع تدريب على التكنولوجي الجديدة، وكرعاية توفير الخام وتوفير مواد الإنتاج وكتسويق أيضا. كرعاية كاملة للعامل الماهر من أول التدريب لغاية تسويق المنتج ليه،
إيجاد أسواق محلية وعالمية. في الفترة الأخيرة ظهر جدل في بعض الدوائر الاجتماعية في مصر بخصوص تقليد المشغولات الخاصة بكبار المصممين، سواء مصممين مصريين أو عالميين. أين نحن من هذا الموضوع؟ يعني إيه وجهة نظر حضرتك بخصوص تقليد المشغولات الذهبية أو بعض التصميمات؟ لا، المصانع الكبيرة، كل مصنع بيقوم بتسجيل الموديلات الخاصة به، ومن حق أي منتج أن يقوم برفع دعوة على من يقوم بتقليد منتجه طالما هو مسجل هذا المنتج. فده وفي جهة حماية المستهلك أيضا بتقوم بحماية المنتجات المحلية. وده مش يعني بالنسبة للذوق المصري، احنا نملك كثير جدا من الأذواق المصرية القوية جدا، واحنا عندنا في مصر الأورينتال مود أي الذوق الشرقي اللي هو بي 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 مطلوب بقوة في الأسواق الخليجية وفي شمال إفريقيا، اللي لو اعتنينا بيه فده احنا بنفتح مجالات قوية جدا لتصدير المنتج المصري. باختصار دكتور ناجي، ايه الاوقات الافضل نشتري فيها الذهب عموما، المواسم اللي بيكون فيها الاسعار جيدة بعض الشيء؟ هو يعتبر الذهب اي وقت شراؤه، يعني ما حدش اشتري ذهب والذهب خزل واطلاق. حضرتك دايما بتقول كده، لكن اكيد في مواسم افضل نشتري فيها. يعني السعر في الوقت اللي احنا فيه مثلا كنا وصلنا ل 715، ده من حوالي 10 ايام، دلوقتي ب 685، الوقت مناسب جدا للشراء. أوكي. لان متوقع ان الذهب يعني مع خلال الاشهر القادمه يتخطى حاجز 750 جنيه منتهى السهوله. انا بشكر حضرتك جدا دكتور ناجي فارج، رئيس اللجنه الاقتصاديه بشعبه الذهب بغرفه القاهره. مشاهدينا، هكذا نصل لنهايه مال واعمال، اشكركم جزيلا على المتابعه ونراكم دائما على كل حال.